نحمد الله نحن في محاضراتنا وفي لقاءاتنا بفضل الله عز وجل لا يسمع الناس إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وشيئا من الآثار والأشعار وغير ذلك مما ينفع الناس. وأعلمت الشيخ حفظه الله تعالى أن الناس في إقبال كبير على دعوة أهل السنة على الرغم من الأوضاع والظروف التي تعيشها بلاد اليمن. والشيخ حفظه الله تعالى وكأنه يعيش معنا في عدن وصنعاء، يعرف الأمور ويعرف الأوضاع ويتابع. وكان حفظه الله تعالى كثير الدعاء أن يقطع الله دابر الحوثة الظالمة وأن يعيد لبلاد اليمن الأمن والاستقرار والخير. وكان الشيخ متفائلا جدا ويرى أن هذا الأمر يبلغه الله عز وجل عاجلا غير آجل. بل ومن العبارات التي أثرت في الحاضرين مما سمعناها من الشيخ يقول وهو يشير إلينا، أنتم وبالذات الذين يعيشون في المناطق الشمالية من الدعاة والمشايخ والمراكز ودور الحديث، كان الشيخ محمد بن هادي يقول والله أنكم خير منا، والله أنكم خير منا، تدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت حكم هؤلاء الروابط. قال ينالكم من الأذى والعنى والشدة والإهانة وغير ذلك، والله أنكم خير منا، نحن هنا الذين نعيش في أمن ورخاء وأمان، والله أنكم خير منا، والله أنكم خير منا. وكان كثير الدعاء للمشايخ وكثير الدعاء لإخواننا طلاب العلم في بلاد اليمن. كان هذا المجلس في مسجده، فاستأذن الإخوة في الانصراف، ثم سألت الشيخ عن أمر فأخذ بيدي وذهب بي إلى ناحية يعني في طرف المسجد وجلس معي وتكلم معي بكلام يتعلق بأمور كثيرة دعوية علها تظهر في الأيام القادمة وفي وقتها، وهي أمور لو علمت لكان حال دعاة الفتن والفوضى غير ما هم عليه الآن. وبقيت مع الشيخ أكثر من ربع ساعة تقريبا، ثم أصر الشيخ أن نحضر إلى بيته، فقلت علك متعب ونجعلها في وقت آخر. قال أبدا، من معك؟ قلت فلان وفلان من الإخوان الذين حضروا. قال إذن تعملون دورة هكذا، يذهب الضيوف وتأتون إلى البيت وأنتظركم في البيت. فكان هذا من نعم الله علينا، الجلسة الثالثة مع الشيخ في بيتي. وحضر هذه الجلسة أخونا المفضال الشيخ علي المشعري حفظه الله تعالى، ممن أذكره، وأخونا ربيع المقالة حفظه الله تعالى، وجمع من طلاب العلم الدكاترة وأصحاب الماجستير وغيرهم، ومن إخواننا الذين كانوا معنا أخونا بلال وبعض الإخوة الآخرين. فالشاهد أن الشيخ تكلم في ذاك المجلس، وأختصر ما قاله في كلمة، يقول لا كبير عندنا إلا الحجة والدليل، والعالم له مكانته نجله ونحترمه ونقدره، ولكننا لا نقدم قوله على قول الله وقول رسوله. هذه الفتنة إن لم نخرج منها إلا أننا نكون معظمين للحجة والدليل، ويعني لا نقدم قول قائل مهما كان على قول الله ورسوله لكفانا.
وكان الشيخ حفظه الله تعالى يقول: إجلال العالم واحترام العالم مطلب شرعي وواجب وواجب، لكن الحق والدليل والحجة مقدم عليه. وكان شيخنا محمد بن هادي حفظه الله تعالى كعادته متأدبا مع شيخه الشيخ ربيع، ويقول شيخنا ربيع: فليقل فينا ما شاء، فليقل فينا ما يشاء، هو أبونا، ولكننا لا نقبل منه إلا ما وافق الحق، ما وافق الحق.